محمد وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد عدد خلقك ورضا عرشك وزينة عرشك ومداد كلمتك. ويجعل القرآن العظيم كل نور. غادي يعني ماشي حزناتنا فقط، ولكن جات فاجعه للحركه النسائيه، للصحافه، لجميع المواطنات اللي عرفوها واللي شافوا البرامج ديالها واللي كانوا كيتبعوها بجرأتها بحلاوه اللسان ديالها بالطريقه الجميله باش كانت كتطرح الاسئله في الواجهه، وب يعني بالكفاءات ديالها كصحفيه، كامراه، كمدافعه عن حقوق النساء. يعني احنا فقدنا فيها المراه المواطنه الكبيره المناضله والمدافعه عن حقوق النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرحم اختنا ملكه مالك. اليوم المغرب كله كيفقد واحد المراه اللي ناضلت بصدق وكافحات من اجل ان الصوت ديال المراه المغربيه يتسمع. كانت مراه صادقه وكلشي المغاربه كانوا كيشوفوها في البرامج ديال القناه الثانيه. اليوم المغرب احنا في مناسبه امميه 8 مارس غادي يبقى مخلد في الذاكره ديالنا كمغربيات كمناضلات اللي مشينا جنب الى جنب مع المرحومه ديالنا، مع الصديقة، مع المخلصة، مع الأم، مع الوفية ملكة مالك. نعدك صديقتنا ملكة، وأنت الآن في علياء سماء الكون، أننا سنستمر على نفس الطريق وسنستمر في نفس النهج، نهج النضال الصادق، النضال النسائي، حتى تتحقق كل مطالب الحركة النسائية المغربية والعالمية. ألف رحمة وسلام عليك أختي ملكة. لن ننساك ملكة ملاك، لن ننساك، لن ننساك، ستبقي في دمنا، في روحنا، في عقلنا، في مسيرتنا، ترافقيننا أي حيثما شئنا، وتفرحين معنا في كل فرصة أخذنا فيها حقوقا أكثر للنساء. شكرا. ألف رحمة ومغفرة لروحك الطيبة التي العاطفة للحياة تموت هنا اليوم في غفلة عنا. تخلدنا 8 مارس 2016 في ألم وحزن. نظراتك وابتسامتك لا تفارقنا، ستظل معنا أيتها الأيقونة، أيتها الرائدة، أيتها الرائعة. رحمك الله وأسكنك التسيف بناته، ألف مغفرة ورضوان طائرة، فإنك لا تمنى ما